دلوقتي يعني طرف أصيل في هذه الواقعة، وهو رب الأسرة اللي يعني المفروض وفقا للبلاغ اللي تقدم يعني تم الاعتداء عليها من قبل رجل الأعمال وزوجته والبلطجية، وهو السيد مدحت الدولجي. بشكرك على المشاركة رغم ظروفك يا سيد مدحت. مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء النور يا فندم. أنا بشكر حضرتك طبعا، وربنا طبعا يعني معاكم. طبعا سؤالي الأول لحضرتك، من يومين قرينا بعض التصريحات ليك إنك حزين لأنك تم الاعتداء عليك في بيتك وفي وانتهكت حرمة أسرتك وما إلى ذلك، والنهاردة بعد ما الدولة تدخلت كده وشفت بالصوت والصورة من شوية المتهمين وهم يمثلون أمام جهات التحقيق، فشعورك إيه النهاردة؟ اولا شعور لا يوصف. يعني انا اولا لازم تعرف حضرتك يعني الشرطه جات لي ومتعرفش انا مين. مجرد واحده ست بتصرخ وبتقول 10 دقايق بالظبط، اعلى معدلات، انا لفيت جزء كبير من العالم، اعلى معدلات الاستجابه للنداء للشرطه احنا كان حصل في حياتي، ما حصل يعني في حياتي ما تصورت حتى في احسن الدول الاوروبيه وفي ارقى الدول الاوروبيه. انا 10 دقايق، ما بين 10 دقايق ل 12 دقيقه كانت عربيات الشرطه اكتر من 3 عربيات والمباحث والدنيا كلها كانت موجوده، وهم اللي انقذونا من الموت. انقذونا من الموت. من الموت؟ وكانوا من الموت يا بيه. من الموت يا باشا. ازاي يعني؟ كان الناس دول كانوا ناويين يموتوكوا ولا ايه؟ اكيد يا بيه، ما شفتش الصور بتاعتهم يا بيه؟ ده فيهم 5 6، لو واحد منهم حط دراعه على اي واحد هيجيبه، يعني زي بتوع المصارعه الحره اللي بيجوا في المحترفين. طب هم اقتحموا البيت ازاي؟ انتوا ما عندكوش زي مدخل مؤمن يعني؟ انت اي حد يعني ولا هو مدخل مؤمن وكل حاجه؟ مدخل مؤمن وكل حاجه. فانا اللي حصل بالظبط سيادتك عشان تبقى انت عارف، انا اولا بشكر الشرطه من اول وزير الداخليه لمأمور الاسم رئيس المباحث الجنائيه نبيل سليم بتاع القاهره، كل ضباط المباحث بتوع اسم اول القاهره انا بشكرهم ان هم انقذوا حياتنا وما قالوش جهدا، قعدوا ما ناموش لمده 3 أيام أو 4 أيام لحد ما جابوا كل المكرمين دول. ايوه انا بكلمك بصراحه، مش انا ما بعرفش اجامل، انا راجل عسكري والراجل قديم طبعا 70 سنه ما بعرفش اجامل. ربنا يديك طول العمر. وهو برضو يعني مع يعني التقدير الكامل لرجال الشرطه وان هم يستحقوا التقدير، بس في الاخر برضو يعني يا مدحت بيه ده شغلهم وده واجب عليهم. هم عملوا اكتر من شغلهم، اما واحد يقعد 4 أيام ما بينامش وقاعدين في الشوارع يدوروا على ناس وعقليه ذكاء، ده ذكاء عالي جدا وتقنيه عاليه بيستعملوها برغم قله الامكانيات اللي معاهم. اقسم بالله انا يعني ما تصورتش ان بالسرعه دي يتم القبض عليهم. في نقطه في نقطه محيراني انا شخصيا لما قريت عن الملف ده استاذ مدحت. هو اصل الخناقه وارد انها تحصل في الشارع المصري ولا في انجلترا ولا في امريكا، في اي حته في الدنيا يعني. انما وقت ما حصل ان حضرتك لقيت ان العربيه مسرعه وكنت مفروض احفادك واقفين، وطبعا اكيد اي حد هيخاف على اولاده واحفاده لو لقى عربيات مسرعه، وخصوصا لما تبقى جوه اماكن المفروض انها مؤمنه والناس بتروح تسكن فيها علشان تضمن يعني مفيش حاجه طبعا مضمونه بنسبه 100%، بس تضمن الامان بتاع ولادها. وقتها معلش انا كنت نفسي اعرف حضرتك، الست بتقول انها اهينت، ايه اللي حصل ساعتها في اللحظه دي؟ يا باشا في شهود يا باشا، انا مش هقول لك حاجه مأتز بيه، في ناس شاهدين على هذا الكلام الواقع. الناس دي حتى ما اعرفهمش خالص، ماليش صله بيهم. العمال بيشتغلوا في فيلل جنبينا وبيشتغلوا في اماكن جنبينا. انا اللي الشارع بتاعي ما فيهوش غير فيلتين، فيلا صاحبها تقريبا في الحج، مره يقولوا في مره في الحج ومره يقولوا في امريكا، والفيلا بتاعتي وبقيه الفيلا اللي الشارع بتاعي شارع صغير شويه قدامه مربع بنايم ما حدش ساكن فيه غيري يعتبر. الشارع ده ما حدش بيمشي، قله جدا جدا لما العربيات تمشي فيه. ايوه فوجئنا انا الساعه حوالي 4 عصرا انا واقف قدام حفيدتي، في كلبين كده صغيرين اكبر من القطه شويه، كوجر كده اسباني، بيطلعوا بيلعبوا قدام بيقضوا حاجتهم بره الفيلا. حفيدتي بتلعب معاهم وبتتنطط معاهم قدام الفيلا عشان ما يعملوش يعني اي شيء جوه الفيلا. أيوه. على اساس ان هم بيلعبوا بره. هم بيلعبوا بره، فوجئت بعربيه جايه من بعيد
جاية بتصفر من السرعة بتاعتها وسرعة جنونية والعربية ماشية تتمطوح كده أو يعني فيها مش طبيعية، سرعة عالية ومش متزنة العربية. فبدأت أشاور، التفت لابني كان واقف جنبي قلت له الحق الحق شوف ليلي اللي هي عندها أربع سنوات، ما كملتش أربع سنوات يعني ثلاث سنوات وعشرة أشهر. فبقول له الحق ليلي الحق بتاع، بدأت أزق الكلاب كده صغيرين طبعا مش واخدين على الشارع ما بيلعبوش في الشارع. والعربية جاية وبشاور بقول لها انا بقول بالراحة انا ما بعرفش راجل ولا ست ده ركبها. أيوة. عربية كلها في مي اسود، كلها في مي اسود. وهي طبعا كانت لابسة اسود فيعني مش باين منها حاجة. حاجة سودة كده ماشي. فانا وضع طبيعي ان انا معروف في المنطقة ومعروف في مصر كلها انا راجل وطني للنخاع. وطني للنخاع يعني ايه؟ ضد الارهاب، ضد كذا، ضد كذا، ضد كذا، ومع البلد في كل حاجة. مصلحة البلد ومصلحة الشعب المصري. فمعروف المنطقة كده. فوجئت بقول لها بالراحه 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 بالراحه. فوجئت العربيه زودت السرعه بتاعتها قدامي ومشيت بسرعه جامده جدا، تحدي نوع من التحدي، وراحت معديه. انا ما اعرفش مين اللي راكبها. ففوجئت بقول لها لو سمحت، بقول له يا حمار انا بقول بالراحه يا حمار في اطفال في اطفال. بالظبط كده. راحت واقفه على بعد 70 متر كده او 80 متر، قول 100 متر حتى، وراحت راجعه بظهرها عاوزه تخبطنا بظهر العربيه، يعني عاوزه تخبطنا من حتى من رجوع العربيه ترجع بعنف جامد جدا باستهتار وبعنف جامد جدا. واحنا واقفين كده هتخبطنا كلنا يعني، نطينا من مكاننا والعمال اللي كانوا واقفين نزلوا حتى استغربوا من المنظر دوت، انه كانوا ساعتها كانوا يعني ماشيين مروحين وقت المشي بتاعهم 4:30 5 في الحدود دي. وبعد كده راحت جت واقفه قالت لي بتشتمني انا؟ قلت لها ما بشتمكيش، انا بقول لي سيادتك عيب عيب، ده انت ست منقبه ومعاكي اطفال في العربيه، عمالين نقول لك بالراحه 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 وانت ماشيه زودت البنزين. عيب عليك، ده انت لابسه زي اسلامي. هي اتغاظت من كلمه ان انت لابسه زي ومنقبه وعامله كده وبتعملي كده ليه؟ ده اللي انا قلته بس فقط. لقيت سيل من الشتائم والسباب. يا فلان يا فلان، وانا فيش داعي اقول بقى يعني دي حاجه مهينه يعني، فيعني شتيمه ما تنفعش تتقال على المسمع المواطنين او لا لا ما فيش داعي، احنا فاهمين فاهمين الموقف طبعا يعني. وشتيمه يعني حتى بالوظائف والبتاع والكلام من ده. طبعا فوجئت بيها كده، فقلت لها انا مش هرد عليكي، انا هرد على اللي انيكي، اللي انيكي هرد عليه عشان انت باين عليكي ست مش محترمه عشان لابسه الزي ده، حتى ما بتحترميش الزي اللي انت لابساه. بس وده الكلام الكلمتين اللي قلت لها. وبقيت ماسكه التليفون وسبتها ماسكه التليفون، وعندي ريت تسجيلات بكده. المهم ماسكه التليفون، يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابراهيم، العمال اتلموا حوالينا. فوجئت واحد من الامن اللي في الفيلا اللي بعدينا لقيته جاي بيقول لي دي مرات مين؟ دي مرات ابراهيم البلطجي اللي ساكن هنا، دي ساكنين هنا بقالهم شهر. قلت لهم جايين امتى؟ قال لي بقالهم شهر، انا ساكن بقالي 5 سنين. فقال لي ده هنا بقالهم شهر واحد. طب يعني ايه ابراهيم البلطجي؟ قلت له، قال لي، قلت له يا عم ولا اعرف بلطجي ولا غير بلطجي، احنا كلنا كل واحد هنا قافل فيلته على حاله على نفسه وقاعدين ساكتين. شويه ولقيت لك العمال قالوا لي احنا هنقف معاك عشان لو ابراهيم جه هنقول ان مراتك دي قلت الادب وغلطت في الراجل دوت، وراجل كبير قد ابوها وراجل بيكلمها بادب وباحترام وهي قلت ادبها. ولما انا قلت يا حمار، انا بالراحه يا حمار، انا ما كنتش حتى بقول يا حمار، مش يا حماره يا حمار، فهو كان بيقصد ان اللي ماشي بسرعه ده ومستجابش للنداء وشايف اطفال في الشارع بيجروا يعني وماشي وبيزود السرعه بتاعته، يعني نوع من التحدي ونوع من يعني معرفش مش سميه زي ما تسميه. لا وتعريض يعني تعريض حياه الاطفال للخطر والحياد، يعني انا فاهم اللي حضرتك بتقوله، انما الوقت خد قد ايه على بال ما هو جاب الرجاله وجولك؟ لا بقى الموضوع بقى فضل العمال واقفين معايا بتاع نص ساعه. ما جاش، فقلت لهم يا جماعه اتفضلوا، طيب اتفضلوا انتوا امشوا تروحوا، انتوا جايين شقيانين طول النهار بتشتغلوا، اتفضلوا روحوا. بيشتغلوا في الفيلا اللي جنبي على طول الملاصقه ليا. خدوا بعضهم ومشوا. انا الساعه 8 بالليل بتكلم زي حضرتك كده، انا بكلمك قدام باب الفيلا برضو من بره، ببعد عن التلفزيون وببعد عن الوش والشارع. انت سامع عربيات حتى ولا سامع لا؟ أي الدنيا هاديه. الدنيا هاديه جدا. وفوجئت بيه الساعه 8، لقيت في تجمعات قدام الفيلا اللي هو شاور لي عليها الراجل بتاع الامن وقال لي الراجل ده ساكن هنا. الفيلا دي شبه مهجوره، يعني حتى الفيلا الوحيده اللي فيها سكان وكلها تراب ومدخلها طوب وزلط وبتاع، غريبه شويه. المهم يعني فلقيت تجمع كده، فانا قلت ما خطرش في بالي، انا قلت في فرح في مناسبه في خطوبه في بتاع. لقيت عربيات عماله تنزل ناس وناس نازله، عماله تنزل ناس وناس نازله ناس. وبعد كده لقيت اتنين ماشيين
بيبصوا على فين؟ على الفيلا عندي. بيعملوا عناصر استطلاع، دي شريك جيش منظم. عناصر استطلاع بصوا كده على الفيلا وراحوا وجوا مرتين، وبعد كده فضلوا واقفين قدامي، وبعد كده فوجئت بيهم. بعد شويه انا رحت مخلص المكالمه بتاعتي، دخلت لسه بقفل الفيلا، لقيت واحد بيحط رجله قبل ما اقفل الباب الخارجي. قبل ما اقفل الباب الخارجي بيحط رجله وبيزق الباب. ففوجئت بيه هو، يعني تصورت ان هو او توقعت ان هو يعني قالوا لي اصلع وبتاع، كان شبهولي كده يعني تشبيهات معينه. تخيلت ان هو يعني الواحد برضو خبره حياته يعني. فببتسم في وشه، ببتسم عشان فاكر جاي يعني ايه يعاتبني او يعتذر او كل حاجه. فوجئت بيه راح بزقني وراح بالبوكس في وشي بعز قوته هو، طبعا انا مش مدي اخوانه. وبعز قوته وبالشلاليت وبيزق الباب، لقيت اندفاع جيش، جيش وراه، جيش وراه. العشرين واحد دول دول اللي بيضربوا. ومعاهم كمان يمكن بتاع حوالي 20 زيهم بيحجزوا الناس عشان ما حدش يتحشر جوه، لا عمال ولا حراس ولا حاجه. وبتاع كمان يعني قدهم، يعني الموضوع كان في حدود ما يقلش عن 40 وما يزيدش عن 60 واحد. وبعدين بقى اللي بالشوم والسكاكين وطبنجات وبتاع قاعدين يضربوا نار فوق دماغتنا. طبعا انا بيني وبينك برضه انا يعني رغم ان انا ضابط يعني راجل متقاعد من فتره زمنيه، زقيتهم وخرجتهم بره بكلمه ايدي كده وقعدت اشوح فيهم ورحت اقفل الباب، حاولت اقفل الباب. ابني نزل طبعا على انا بزعق جامد، الحقونا كلموا بوليس النجده، انا شفت جيش جرار وراه وشايلين بقى شوم واسلحه واجسام بقى بنت يعني افلام زي افلام نهض العدوي كده يعني. اقول لك ايه، حاجه تخض يعني. حسيت مدحت بيه في الحاله دي ان ربما انت حياتك في خطر شويه؟ في خطر طبعا، حياتي مش طب وهم والستات اللي عندكم وستات الاسره اللي شفنا لهم صور منتشره على السوشيال ميديا وهم مصابين، هم برضو اعتادوا عليهم؟ اعتادوا عليهم يا بيه، ده هات كعرض يا باشا، هات كعرض. لا انا فاهم، يجوز ده المسمى القانوني، بس هو ايه اللي خلى الستات يعني يدفع بيها للمقدمه؟ تمام. انا عندي باب خارجي للجنينه، باب خارجي اللي هو باب الحديد اللي هو على الرصيف. وبعد كده في بتاع حوالي 5-6 متر، وبعد كده الباب الخشب والمبنى بقى الرئيسي بتاع الفيلا. فطبعا مع الزعيم بتاعي مرات ابني وزوجتي خرجوا بره على الزعيم بتاعي. مع ابني نزل جري من، هو ساكن في الدور اللي فوقيه، احنا الفيلا كلها بتاعتنا يعني ما عندناش سكان. فنزل من الدور اللي فوقيه ونزل جري زق الباب معايا بقى، ما قدرش طبعا يقاوم. هو كابتن منتخب مصر سابقا في كره اليد، كابتن منتخب مصر كره فرياضي وعنده 34 سنه، فبيزق معايا الباب وبحاولنا نزق الباب ونمنع دخولهم. وجينا بيهم بقى وقعوا الالواح الازاز بتاعت الباب، ومن بره بالعصيان وبالايدين وبالمطاوي يخبطوا على ايدينا، ورزع بالبيبان برجليهم بقى، شوف الاجسام الضخمه ديت عماله برزع في البيبان في الباب الحديد طبعا لحد الباب ما اتفدغ، يعني اتفدغ واللسان نفسه اتكسر، اللسان بتاع الباب اتكسر. واحنا برضو من بره تزق لحد ما حصل انهيار. فوجئت الانهيار ده حصل، اول حاجه راحوا شايلين ابني شيل، لقيناه طاير، لقيته طاير كده في الجو شايلينه شيل، ولو ان ابني مثلا طوله 185 سم. دخلوه في نص الشارع وحوالي 15 20 واحد نازلين ضرب فيه، ضرب فيه التيشيرت بتاعه، ولابس سوري كان لابس بيجامه يعني اللي هو التيشيرت اللي هو الجيل دوت والحاجات اللي زي كده، قطعها له عليه بقى عريان وهتك ضرب فيه في ظهره وفي وشه وبتاع لحد ما كسروا له ايده، عملوا له شرخ في ايده. هل في كلام من نوعيه معينه اتقال اثناء الضرب يعني؟ عشان لا 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 عشان لا لا تبقوا تضحك. لا لا هو انا بس عايز افهم الدافع يعني، عشان تبقوا تشتموا الناس او حاجه يعني، حاجه من هذا. ما شتمتش حاجه، ما هو الشرطه. لا انا مش بتكلم، انا مش بتكلم على اللي حضرتك عملته، انا بتكلم على ما اقدرش اقولها. طيب بلاش نقول الفاظ على الهوا طبعا، انما انما طبعا. انما هو اللي عايز اقوله لحضرتك انك عملت اكيد بلاغ، او ابن حضرتك عمل بلاغ. انا هقول لحضرتك على حاجه بس صغيره. اتفضل. مراتي ومراته خرجوا ورانا، فبداوا يزعقوا الحقوا يا ناس الحقوا يا دنيا. مراتي جت على الموبايل راحت طالبه بوليس النجد. يعني تجمع شجاعتها وتطلب بوليس النجده في التوتر ده وفي الحاله دي
يعني 10 دقايق كانوا جم، خلال ال 10 دقايق دي اللي هم جايين فيها كانوا دخلوا على مرات ابني شابه صغيره عندها 30 سنه ومعاها حفيدتي اللي عندها 4 سنين قدام حفيدتي، وطبعا حفيدتي شايفه جدها بيتضرب وشايفه ابوها شالوه شيله بيضربوه. لا موقف. ودخلوا عليها بيحاولوا يعروها من ملابسها. يجردوها من ملابسها، خلينا نتكلم باللغه العربيه بقى. بيجردوها من ملابسها. بيجردوها من ملابسها وماسكينها ومكتفينها وبيحاولوا يجردوها من ملابسها، كل صدرها وكل رقبتها تجاريح وتفحير من الضوافر ومن ما احنا شفنا شفنا الصور على انتشرت طبعا في المواقع الاخباريه. جابوا كرسي، انا مراتي كل اللي جت عليها راحت راميه نفسها بعد ما كانت عملت المكالمه بتاعت الشرطه، راحت راميه نفسها على مرات ابنها. مدحت بيه اوعى اوعى تزعل مني، بس الراي العام بيتساءل عن ما يتردد في مواقع السوشيال ميديا، وحضرتك عارف طبعا ان السوشيال ميديا دي مش بالضروره بتكون يعني صحيحة بنسبة 100% ولا حتى من وجهة نظري أنا بنسبة 50%، ولكن لازم أطرح عليك السؤال، إيه صحة الكلام اللي اتقال إنه سعادتك ساومت الراجل عشان يديك مبالغ مقابل التنازل عن البلاغ؟ طب أنا ممكن أرد عليك في كلمتين. اتفضل يا فندم. سيادتك بالظبط كده، بالظبط كده، لا يوجد راجل حر دمه حر، دمه حر، راجل ابن راجل وبيبقى بيتكلم هيقبل على نفسه يبيع كرامته ولا شرفه بملايين الدنيا. صحيح. ما يعتبرش راجل، انا ما اعتبروش راجل، ده انا بصطب عليه. تتخيل راجل ضابط سابق بالقوات المسلحه المصريه، خد حروب، وحيد ابوه وامه، ودخل الجيش في سنه 69 عشان احارب، عشان احرر بلدي. وحيد ابويا وامي، احارب بلدي عشان احرر بلدي، وظابط في الجيش سابقا. احنا كل شعارنا في الكليه الحربيه الواجب الشرف الوطن، اما يبقى انا عندي الواجب والشرف والوطن، هل تعقلها ان انت تقول الواجب والشرف والوطن تروح انت تبيع شرفك ووطنك بفلوس؟ لا. أولا هو جمع خمس ست ناس ما كانوش عارفين حقيقته من الفلل المحيطين بيه وخلوهم يتوسطوا ليا، رفضت رفض بات رفض بات لحد ما جالي حد مسؤولين حد مسؤولين، ودي لازم اوضحها لك قوي عشان تبقى انت عارف. يا ريت. احد المسؤولين الكبار في الداخليه. قال لي الراجل محترما، قال لي متوافقش بس وافق على مضض عشان نجيبه، عشان طبعا هو عارف ان انا رفضت، فافضل تمنح شويه وبعد كده نجيبه عشان لما يجي يحضر الجلسه العرفيه دي نمسكه. فانا احتراما لهذا الكلام وخشية من سيادتك اللي انت بتقوله وخشية من السوشيال ميديا اللي هي بتقول هذا الكلام، فانا وافقت على شرط ان انا هقول ان انا هتبرع بفلوس دي لصندوق تحيا مصر. تمام. يعني حتى انا مش موافق ان انا اخدها ولا موافق على الصلح، لكن حتى عشان لا يظن اللي قاعدين ولا توسطوا في الوساطه ديت ان انا بساوم على شرف، حتى مجرد الفكره نفسها انا رافضها. انت رافض الفكره طبعا جمله وتفصيلا، وانا مقدر على فكره بالمناسبه صراحه حضرتك، وده سمه الرجال يعني ان الراجل صريح وما عندكش شيء تخفيه. هل تقدر تقول لنا المبلغ اللي كان معروض عليك؟ اتعرض عليا الاول نص مليون جنيه، فقلت لهم ولا ملايين الدنيا. رفعوا المبلغ ل 3 مليون جنيه، وبعد كده رفعوا 5 مليون جنيه. بال 5 مليون جنيه انا قلت لهم لو حصل، وده ما كانش بقول لك ما كنتش هوافق، ولا المسؤولين الشرطه هيوافقوا، ولا النيابه، ولا رجال القانون هيوافقوا، ولا المحامي بتاعي كان هيوافق، صلاح دي الشربيني ما كانش هيوافق، ولا الكلام ده كان هيوافق. المشكله الاساسيه اللي احنا قلنا نستدركه منعا ان اللي قاعدين حتى ياخدوا فكره سيئه عني اللي قاعدين وبيتوسطوا. فانا قلت لهم حتى لو خدت المبلغ ده وتم التصالح انا هتبرع بيه، هتستاذنكم كده تاخدوا المبلغ ده انتوا وانا اطلع نحطه في صندوق تحيا مصر. يبقى انا ما بعتش كرامتي وشرفي برضه، حتى لو حد مخه راح ما يقولش ده، حتى ما هو ممكن يعرفش. انما الوضع انما مدحت بيه الوضع ايه دلوقتي؟ هل انت لسه يعني الفكره دي يعني رفضا بات يا بيه؟ رفضا بات، رفض بات علينا قدامك اهو. فاذا لما يحصل هذا الكلام فإذن انا مسؤول قدام الدوله كلها. فمفيش 5 مليون ولا في ولا اي حاجه، 500 مليون يا بيه. لا يعني مش هتتنازل 500 مليون ما ينفعش. تمام. هم عاوزين يلاقوا اي ثغره يتكلموا فيها. انا ما بيعش شرفي
واعتدائهم على مرات ابني ولا زوجتي ولا عليا ولا على ابني ولو بملايين الدنيا ولو بمليار دولار، مش هقول لك مليار جنيه مصري، مليار دولار لا يستحق ان انا يعني اتنازل بيه عن اي حاجه من عندي، عشان تبقى انت عارف حضرتك. على كل حال من النوع ده موقفك واضح جدا، وانا بقدر صراحة حضرتك وشجاعتك في انك تواجه الاعلام وتطلع على الهواء مباشرة وتحكي لنا كل هذه التفاصيل، وده محل تقدير كبير مني ومن قناة المحور. اشكر لي وزارة الداخلية بالكامل وفريق اعداد 90 دقيقة، والوزارة اتشكرت بقى بما فيه كفاية، ما تبوظهمش بقى متحد بيه كده عمرهم ما هيبوظوا يعني العيون السهرانة عليه. طبعا ما حدش قال حاجة، ما حدش قال حاجة فوق راسنا، بس يعني كويس كده كويس كده. على كل حال كل التمنيات الطيبة ليك وللأسرة بكل خير، وإن شاء الله احنا نتابع الملف. شفنا إلقاء القبض على الراجل وزوجته والمتهمين الآخرين وهم يخضعون دلوقتي لتحقيقات النيابة، وهنشوف تطورات هذا الموضوع إذا كان هيبقى فيه قرارات من النيابة. فزي ما بيقولوا هننتظر لكي نرى، وهنقفل هذا الموضوع دلوقتي ونروح لملف آخر. ده كان السيد مدحت الدولجي رب الأسرة اللي أصبحت يعني محل اهتمام كبير من قبل الرأي العام في المجتمع المصري خلال الأيام الماضية، على خلفية اعتداء جاره ومجموعة من الطريق عليه في التجمع الخامس.